ينضم إلينا هاتفيا من مأرب عبد الحفيظ الحطامي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ. أهلا وسهلا في الكريم. مرحبا. أهلا بحضرتك. يعني في البداية كيف ترى التصعيد من جانب الحوثيين بعد الهجوم الذي شنته في عدد من المناطق المحررة في الحديدة؟ نعم أختي الكريمة، هناك تصعيد كبير من قبل ميليشيات الحوثي بالتزامن طبعا مع حراك للمبعوث الأممي في اليمن، وهذا يعتبر بحسب المراقبين تحدي سافر من الحوثيين لموضوع الملف الحديدة والسلام في هذه المدينة وهذه المحافظة المسالمة، حيث أقدمت ميليشيات الحوثي ليلة البارحة بشن هجمات كبيرة وواسعة على مناطق المواجهات في مواقع الجيش في المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية لمدينة الحديدة. تمكن فيها الجيش من كسر هذه الهجمات التي حشدت لها الميليشيات قوات كبيرة استدعتها من المنفذ الشمالي لمدينة الحديدة من المحافظات التي لا تزال تسيطر عليها. الهجمات استمرت قرابة حتى فجر اليوم الاثنين، وتمكنت قوات الجيش من كسر كل هذه الهجمات عند الحلقة، شارع 50، شارع 90، شرق مدينة 7 يونيو. وعندما فشلت الميليشيات من التقدم صوب مواقع الجيش وإحراز حتى ولو نصر إعلامي، أقدمت الميليشيات بقصف الأحياء السكنية في محاولة منها الإكثار من المدنيين وترويعهم والعزف على موضوع الملف الإنساني. هي دوما عندما تتعرض لهزيمة للأسف الشديد تقوم بالانتقام من المدنيين. كما أيضا شنت هجمات في مديرية التحيطة جنوب الحديدة، حيث حاولت الميليشيات التقدم صوب منطقة الجبلية وهي منطقة استراتيجية، إذا ما سيطرت عليها الميليشيات فإنها ستقطع خط إمداد قوات الجيش جنوب الحديدة، لكن قوات الجيش تمكنت من التصدي لها، وهذا بحسب التصريح قائد قوات العمالقة والناطق الإعلامي لقوات العمالقة هو 40 الهجوم من الميليشيات الحوثي على مواقع الجيش التي تمكنت قوات الجيش من كسرها وإعادتها إلى مناطقها، وأسر العديد من العناصر وقتل وتدمير العديد من الآليات والمخابئ والأنفاق التي حفرتها هذه الميليشيات في مختلف مناطق المواجهات. نعم أستاذ عبد الحفيظ، يعني بصفة عامة كيف ترى هذه الهجمات الإرهابية وهو ما مدى تأثيرها على الوضع الميداني حاليا؟ طبعا تأثيرها كبير على الوضع الإنساني. الميليشيات طبعا تحاول أولا إيجاد نصر إعلامي لها لإمكانية التأثير على المبادرات الأممية فيما يتعلق بانسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة ومن مدينة الحديدة وفتح ممرات إغاثة إنسانية وأيضا ملف المختطفين. هي تحاول أن تناور على المستوى الميداني، لكن يبدو أن الميليشيات لم يعد لديها القوة الكافية لإحراز أي تقدم بعد أن تمكنت مقاتلة التحالف من استهداف مخابئ ومخازن الأسلحة، إضافة إلى تمكن قوات الجيش من كسر هجماتها وتكبيدها خسائر فادحة وبالذات في الأرواح وخاصة المجندين الجدد التي زجت بهم في مختلف هذه وخسرتهم طبعا في المعارك خلال الأسابيع القليلة الماضية. وبالتالي هناك ملف إنساني واسع بسبب هذه الحرب التي تشنها الميليشيات على العديد من الأحياء السكنية وقصف القرى الريفية وزرع الألغام والمتفجرات في الطرق المدنية وفي الطرقات الفرعية وفي المزارع وفي المنازل السكان. نعم أستاذ عبد الحفيظ، يعني اعتدنا أن ميليشيات الحوثي دائما ما تقوم بخرق اتفاق ستوكهولم أو اتفاق السويد والتصعيد في الحديدة، كيف ترى ذلك وإلى متى سيظل هذه الجماعات الحوثي لا تلتزم بأي اتفاق من اتفاقات ستوكهولم؟ طبعا ستظل هذه الميليشيات تمارس هذه الخروقات. حتى الآن نحن كإعلاميين وحقوقيين رصدنا قرابة 6000 اختراق منذ 18 من ديسمبر الماضي نهاية العام المنصرم، وحتى هذه اللحظة منذ أيام انطلاق ملف المشاورات السويد حول ملف الحديدة والملفات الأخرى، وبالتالي ستستمر هذه الميليشيات في الخروقات. وعلى ما وجدت للأسف الشديد يعني صمت وتواطؤ وتجاهل من قبل ميليشيات الحوثي لتلك الانتهاكات خلال الأسبوعين الماضيين. 3 مجازر ارتكبت بحق المدنيين في مناطق مديرية حيث والتحيطة، وللأسف الشديد المبعوث الأممي يتحدث عن حراك ومبادرات للسلام والحوار مع ميليشيات للأسف الشديد لا تحتكم إلا بأفواه البنادق ولا تزال تقصف المناطق السكنية. وبالتالي كلما استمر الصمت الأممي والتجاهل الأممي لهذه الملفات الإنسانية ولهذه الخروقات
استبرأت هذه الميليشيات هذا الصمت وعملت إلى توسيع الانتهاكات في محاولة منها لخلق ملف إنساني تتسول به لدى المنظمات الحقوقية ولدى الأمم المتحدة. نعم، أخيرا ما الذي تتوقعه من جانب هذا التصعيد من قبل الحوثيين؟ هذا التوقعات هناك التوقع الأول فيما يتعلق بأن ربما ينفذ صبر قوات الجيش والقوات المشتركة عموما في منطقة الحديدة، ولأن هناك مطالبات من شعبية من قبل السكان بحسم معركة الحديدة، لأن إذا ما حسم الجيش معركة الحديدة فإن الميليشيات ستنهار في العاصمة صنعاء وفي بقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، لأن الحديدة هي المنفذ، هي الوريد التي تتنفس من خلاله الميليشيات في الجانب المالي والجانب التموين بالسلاح والجانب تهريب السلاح والمخدرات وغيرها من إيران باتجاه البحر الأحمر عبر موانئ الحديدة. فبالتالي الميليشيات إذا ما تم قوات الجيش سيطرت على ميناء الحديدة وعلى الحديدة عموما بأنها منطقة استراتيجية وعليها ممرات دولية، فبالتالي ستخترق هذه الميليشيات وستنفذ أنفاسها تحت ضربات قوات الجيش. ما لم أيضا يجب على الأمم المتحدة أن تنتكس على الأقل محايدة إذا ما يحدث بالقتال في اليمن، ولا تقف صامتة ومتفرجة إذا ما يحدث بالانتهاكات مروعة تمارسها هذه الميليشيات. هذه الجامعات الإرهابية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الحفيظ الحطامي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.